تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسة في المملكة، باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البدء بتنفيذ مشروع توسيعة شارع ناصر بن جبر الجبر في الجبهة الجنوبية للشارع بمنطقة السيف. وقالت المهندسة هدى عبد الله فخرو الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية إن المشروع سيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية الحاصلة في منطقة السيف مع تزايد حجم الاستثمارات فيها ولما تشهده من وجود المجمعات التجارية، كما سيحسن انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار على تقاطع كوبري السيف. يذكر أنه يتم تنفيذ هذا المشروع وفق خطة قصيرة المدى كجزء من خطة أشمل لتوسيعة شبكة الطرق بقيمة إجمالية تبلغ $1,200,000 أمريكي ممولة من برنامج التنمية الخليجي في فترة زمنية تستغرق من 3 إلى 5 سنوات، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، باشرت وزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني البدء بتنفيذ مشروع توسعة شارع ناصر بن جبر الجبر من الجهة الجنوبية للشارع منطقة الصيف. تتضمن أعمال تطوير الشارع إنشاء مسار إضافي في الجهة الجنوبية من شارع ناصر بن جبر الجبر القادمين من شارع 40 إلى شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين بطول 1.250 كيلو.